أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. اليوم تحل ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسمو الأميرة الجليلة في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي تجاه الفئات الأكثر هشاشة لا سيما النساء والأطفال. صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدون من العفو الملكي يبدأون صفحة جديدة في التعامل مع هذه الزرعة بشكل قانوني ليضمن لهم دخلا قارا بفرض عملية التقنين والانخراط في العمل التعاوني. أمام إشكالية ندرة المياه التي تواجهها بلادنا تنصب الجهود على ترشيد استعمال المياه في مجال الري، والصورة من منطقة الغرب لمشروع للتحول إلى الري الموضعي بالتنقيط. أهلا بكم. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسمو الأميرة الجليلة في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك على ضوء الرعاية الخاصة التي ما فتئت لها سموها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لا سيما النساء والأطفال. خديجة الشبالي. ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، محطة سنوية لاستحضار الانخراط الموصول لسموها في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والاهتمام الخاص الذي توليه سموها لقضايا المرأة وحماية الطفولة والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، حرصا من سموها على تمكين هذه الفئات وحماية أدوارها ومكانتها داخل المجتمع. اهتمام خاص من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم بقضايا الطفولة عبر العمل على ضمان رفاهيتها، ودعم دائم من سموها لأدوار المرأة داخل المجتمع عبر عديد مبادرات رائدة ونموذجية. كما أبانت سموها عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها، سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل، وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. وتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة تخليد الذكرى 24 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين خلال ترأس جلالته حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020-2021-2022-2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين ترقوا في درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، فأطلق على هذه الأفواج اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. وشكل النهوض بوضعية المرأة انشغالا مستمرا لسمو الأميرة التي تترأس الاتحاد الوطني لنساء المغرب، حيث تواكب سموها المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة المغربية بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. داخل المغرب وخارجه حركية متميزة أبانت عنها صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم لفائدة عدد من القضايا الدولية لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل، إضافة إلى انخراط سموها في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. جهود بارزة حظيت بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية، حيث منحت لسموها جائزة البحر
الأبيض المتوسط للطفولة من طرف اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام، مسار كان محط إشادة الصحافة الدولية وتقدير العديد من مسؤولي المؤسسات العالمية التي تعمل لفائدة حقوق الطفل، حيث عينت سموها في يوليوز سنة 2001 سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو. حرص موصول من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم على تمثيل المملكة المغربية بكل ما تزخر به من قيم وتاريخ وحضارة، بكل ما تمضي فيه من بناء وتنمية، وكل ما تحمله من آمال ورهانات. العفو الملكي السامي عن مزارعي القنب الهندي التفاتة مولوية سامية بأبعاد إنسانية للنهوض بأوضاع المزارعين بإقليم تونس. سيتمكن صغار مزارعي القنب الهندي من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل في إطار نشاط مشروع يضمن لهم العيش الكريم. زكية بلقاس، عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. على مرمى البصر تمتد حقول زراعة القنب الهندي بدوار أغروض بجماعة سيدي يحيى بن زروال. مساحة مضبوطة ومحددة يتفقدها عبد الرحمن وحسن اللذان استفادا من العفو الملكي على الأشخاص المتابعين في القضايا المتعلقة بزراعة القنب الهندي. عفو يترجم المصالحة مع الماضي ويبيح للمزارعين مزاولة نشاطهم بكل حرية. الآن الحمد لله من إصدار العفو الملكي الناس كما قلت خلقوا جداد فرحانين، كان الناس اللي ما عندهمش بطاقة تعريف من 2005 2004 2002 كان متابعين بهذا الشيء، دابا الحمد لله ولا كل شيء فرحان، يعني بحال اللي تفتحت بزاف ديال الآفاق قدام في وجههم. كنشكروا جلالة الملك على الإعفاء اللي جابنا وغادي نوضوا نساووا الوضعية ديالنا ونساووا الوثائق للأولاد ديالنا وغادي نظن نخرطوا في جمعيات ونحيدوا علينا هذا المسائل ديال هذا الخوف وهذا الرعب اللي تزرع فينا وتزرع في الأولاد ديالنا وإحنا محرومين مدة 10 سنوات. 20 أسرة بدوار أغرو تعيش على زراعة القنب الهندي، أسر استقبلت أبناءها بارتياح والذين عبروا عن سعادتهم بهذه الالتفاتة الملكية. كنا محرومين بزاف ديال الحويجات، ما كناش كنخرجوا، ما كناش كنسافروا، ما كناش تمشيو حتى للطبيب الا مرضنا كنبقاو جالسين في الديار ديالنا. بزاف ديال الحويجات الحمد لله سيدنا الله ينصرو دار هاد المبادره زوينه بزاف. تقنين زراعة القنب الهندي والعفو عن المزارعين الصغار سيمكن القرى بجماعة سيدي يحيى بن زروال من تسويق منتوجهم الفلاحي بشكل قانوني، وسيفتح أمام شباب المنطقة إمكانيات للانخراط في مشاريع مدرة للدخل تعتمد على نبتة القنب الهندي. وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا في ظهيرتي اليوم الدكتور بدر زاهر الأزرق أستاذ الاقتصاد وقانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. مرحبا بكم. مرحبا. دكتور الأزرق، إذن نريد أن نتوقف معكم بداية عند أهمية قرار العفو الذي شمل صغار مزارعي نبتة القنب الهندي. برأيكم كيف يمكن أن تساهم هذه الاتفاتة الملكية في الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية؟ أكيد هذا القرار الذي قرار العفو الذي أصدره صاحب الجلالة هو قرار ذو بعدين، هو بعد إنساني لا نقاش فيه، وعلى دأبه يعني منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين في بداية الألفية الثالثة كانت هي بداية مصالحة، وكلنا نتذكر هيئة الإنصاف والمصالحة ومصالحة المغاربة مع ماضيهم، ثم كذلك كانت مجموعة من المبادرات آخرها مبادرة كانت في خضم هذا الشهر هي عفو عن مجموعة من الصحفيين تله أيضا عفو أيضا عن أكثر من 4000 شخص معني بزراعة القنب الهندي. وكأن المغرب اليوم هو يتصالح مع واقعه، يتصالح مع ماضيه، ويتصالح أيضا مع مستقبله. هذه المبادرة ذات اللمسة الإنسانية
يعني أكيد سيكون لديه إسقاطات اقتصادية واجتماعية. أول شيء على مستوى السلم الاجتماعي في كل مناطق المملكة المغربية، خاصة في هذه المناطق شمال المملكة. وحين نتحدث عن السلم الاجتماعي نتحدث على إنتاجية اقتصادية، لأن اليوم لم نكتفي فقط بمسألة العفو، إنما خلقنا مسارات بديلة لهؤلاء الأشخاص من أجل اندماج أكثر فعالية في محيطهم السوسيو-اقتصادي. أي أن اليوم هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يمارسون زراعة القنب الهندي في الظل بطرق غير مشروعة، وكانوا تحت هيمنة مجموعة من المنظمات الإجرامية والمتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، اليوم سيمارسون نفس الزراعة بنفس التقنيات الموروثة عن أجدادهم، ولكن بطرق مشروعة وبديلة وتحت رقابة الوكالة. وهذا الأمر يعني في السابق يعني سنوات ولعقود طويلة كان هؤلاء الفلاحون الصغار يبيعون منتجاتهم لهذه الشبكات الإجرامية ولم يكونوا يستفيدون شيئا، ولم تكن هناك تنمية في المنطقة، ولكن هناك تنمية لدخل هذه الأسر. اليوم هناك إمكانية لتطوير دخل هذه الأسر، هناك إمكانية لهؤلاء الفلاحين أن يستفيدوا أيضا من برامج دعم معمول بها في القطاع الفلاحي من أجل تنمية مستغلاتهم، من أجل تنمية إنتاجهم، ومن أجل ليس فقط الوقوف عند مرحلة الإنتاج، بل قد تكون هناك تعاونيات أيضا للتهويل والتجميع وإنتاج مواد تجميلية أسوة في ذلك في المناطق الجنوبية. يعني هناك تعاونية الأرغان وتعاونية غيره. إذن اليوم يمكن استنساخ نفس النماذج الناجحة اليوم بالمناطق الشمالية المملكة المغربية. طيب عمليا بعد هذا العفو الملكي السامي عن المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، كيف يمكن تعزيز انخراط هؤلاء الفلاحين والمنتجين في مسار تقنين نبتة القنب الهندي بالنظر إلى خبرتهم وتجربتهم في الميدان؟ أكيد كما قلت اليوم هذا البديل الذي طرح لهذه الأسر وهؤلاء الفلاحين الذين راكبوا خبرات معينة في مجال زراعة القنب الهندي ولسنوات طويلة، اليوم حين جاء هذا البديل لم يأتي بديل غريب عنهم لينتزعهم مما ألفوه، بل جاء هذا البديل فقط ليقنن مسارات الإنتاج، ليقنن مسارات التحويل، ليقنن مسارات البيع كذلك. وأظن أن في هذا الأمر فائدة كبيرة لسكان المنطقة، كما قلت قبل قليل، يعني إمكانية الاستفادة من الدعم على مستوى آلية السقي وغيره، على مستوى الأسمدة كذلك، على مستوى إنشاء تعاونيات، وأننا نطور العمل ديالي ما يبقاش فقط في لحي معض، إنما يتطور الإنتاج والتجميع واستخراج مجموعة من المنتجات الطبيعية والبيع كذلك. المنظومة الصناعية الدوائية اللي في المغرب اليوم هي على أبواب تحول كبير، خاصة مع الميثاق الجديد للاستثمار الذي يريد من خلاله صاحب الجلالة أن يجعل المملكة المغربية أحد أهم منصات الصناعات الدوائية في القارة الإفريقية في العالم. إذن اليوم هذا المشروع اللي هو مرتبط بالعفو الملكي واللي عنده بعد اقتصادي واجتماعي أيضا، هو أيضا مندرج في استراتيجية كبرى للمملكة المغربية في الشق الاقتصادي. يعني المملكة المغربية تريد خلق منصة للصناعات الدوائية، ونحن نعلم بأن جزء كبير من الأدوية تدخل فيها مركبات مستخلصة من القنب الهندي. ثم هناك شق تشريعي آخر مرتبط حتى بالتزامات المملكة المغربية القانونية على المستوى الدولي، لأن محاربة المخدرات وتهريب المخدرات هي لا تمر فقط بعد من خلال مقاربة الزجرية أو السجن أو العقوبات أو التشدد في التشريع، بل تأتي من خلال مبادرات إنسانية واقتصادية واجتماعية وطرح بدائل لهؤلاء الأشخاص لينخرطوا فيها وليتحولوا من الظل إلى العمل المشروع. نعم. طيب كيف ترون الأفاق التي تفتحها المرحلة القادمة بالنسبة لتقنين هذه الزراعة، سواء بالنسبة للاقتصاد المحلي أو الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ احنا تحدثنا فقط منذ البداية على الأشخاص والأسر، يعني تحسين الدخل ديالهم، إدراجهم في مسارات الإنتاج وإدراجهم في مسارات مقننة واستفادتهم من دعم وهذه الأشياء. لأن اليوم هذه الأسر، نعطيك أنا غير مثال، فيهم اللي غيقدر اليوم يبدأ يستفد من الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، فيهم فقراء يقدروا يستفدوا، لأن على ما سمعنا في هذا ما كانش عندهم تربية تقل وطنية، يقدروا يستفدوا من المبادرات اللي كاينة في مجال الحماية الاجتماعية وغيره، يستفدوا من الخدمات. وهذا الأمر لن ينعكس فقط على الأسر، لأن غيعطينا واحد السلم الاجتماعي اللي غيرفع جاذبية المنطقة الاستثمارية. نقدروا نشوفوا مناطق صناعية في هذه المناطق، مناطق للتجميع والإنتاج في هذه المناطق، ونكون هناك أيضا رابط لهذه المناطق بمشاريع كبرى توجد بنفس المنطقة، ميناء طنجة المتوسط، ميناء النضر غرب المتوسط، مشروع الحسيمة منار المتوسط. إذن اليوم المنطقة ككل على أبواب تغير اقتصادي واجتماعي جذري بفضل هذه المبادرة الملكية. نعم، شكرا لكم على كل هذه المعطيات الدكتور.
الدكتور بدر زاهر الأزرق أستاذ الاقتصاد وقانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وشكرا على حضوركم معنا. وفي موضوع آخر، وفي سهل الغرب تنصب الجهود على ترشيد استعمال الماء وعصرنة القطاع الفلاحي. مشروع تحويل الجماعي من الري التقليدي السطحي إلى الري الموضعي بالتنقيط يرمي إلى مضاعفة المساحة المجهزة بالتنقيط في أفق 2030. النموذج نريده من جامعة المناصرة بإقليم قنيطرة، في روبورتاج المهدي محب، نور الدين صابر وعبد الإله الشاب. الحاجة تولد الحلول، والخصاص دائما يدفع إلى الابتكار. في ظل الإجهاد والتراجع الذي تعرفه الموارد المائية بالمملكة، بات العديد من الفلاحين يعتمدون على عملية الري بالتنقيط لسقي محاصيلهم الزراعية. الاستغلال المعقلن للماء توجه لا محيد عنه لفلاحي إقليم القنيطرة. احنا حاليا دابا كنعتمدوا على السقي بالتنقيط باش يكون هناك اقتصاد في الفرشة المائية، وكتكون المردودية أكثر. هاد السقي التنقيط كان تيعطينا المردودية أكثر، وتيكون اقتصاد في الماء بزاف ماشي عشوية. ولينا كنسقوا بالتنقيط باش سميتو حتى الإنتاج ولا مزيان بالنسبة للسقي بالتنقيط. المساحة المجهزة بالسقي بالتنقيط في جهة الرباط سلا القنيطرة تبلغ حاليا أزيد من 87600 هكتار، على أمل بلوغ 124000 هكتار مسقية عبر هذه التقنية عام 2030. ولتحقيق هذا الطموح تتخذ الجهات المسؤولة العديد من الإجراءات. صيانة المعدات والشبكات الهيدروفلاحية وتجديد قنوات الري. هناك كذلك تقليل ساعات السقي للهكتار من 16 إلى 12 ساعة، والمدة المخصصة لضرورة السقي من 25 إلى 15 يوما، وكذلك التباعد بين دورات السقي المتتابعة. احنا كنواكبوا الفلاح باش يعتمد على السقي بالتنقيط اللي باش يحافظنا على الماء، وباش كنتفاداو هذاك السقي اللي كان عشوائي كما كان من قبل. عصرنة نظم السقي وتحسين تثمين مياه الري من الإجراءات التي تحظى بدعم مهم من طرف المسؤولين على القطاع الفلاحي بإقليم القنيطرة، حيث استفاد أخيرا ما يفوق 4000 فلاح من مشروع استبدال نمط السقي بالرش إلى الري الموضعي. الفلاحون بإقليم أرحمنا يبذلون جهودا كبيرة للتغلب على الحشرة القرمزية التي أثرت على إنتاج التين الشوكي ورفعت من أسعاره. الحلول المعتمدة تتمثل في زراعات باعتماد طرق بديلة ومقاومة للأمراض. التوضيحات في ريبورتاج ياسر العمراني وعمر جليدي. أسعار التين الشوكي تشهد ارتفاعا بسبب قلة الإنتاج وتضرر المحصول من انتشار مرض الحشرة القرمزية، ويأتي ذلك في وقت شرع فيه عدد من المزارعين في إنتاج التين الشوكي مقاوم للحشرة القرمزية وتسويقه بمختلف الأسواق الوطنية. كنا نجيبوا الصندوق نبيعوا ب 400، عندنا قيمت 50 صندوق نعمروا بها صندوق، قيمت 50 صندوق ولات بصندوق. كان مزروع الدرك بسماحة، كان كل يوم الجبالة نجيبوه نبيعه بعشرة درهم، نهار غالي 20 درهم، ودوك عادنا نشريه بخمستاش 14 ديشي ديالو 12 ألف 60 ألف فرنك للصندوق، قيمة 30 صندوق في ياما. ووصل البرنامج الوطني الاستعجالي لمقاومة الحشرة القرمزية لمراحل متقدمة، بحيث تمت تغطية جميع المساحات الزراعية بأقاليم قلميم وسيدي إفني ورحامنا ودكالة وقلعة سراغنا والشرق. اليوم كنا في قليم الرحامنة اللي كانت تحتوي على واحد 7000 ولا 7500 هكتار من هذا الدرق اللي هو تسمى الدرق الشوكي اللي كان اليوم. واليوم بالنسبة لديك الحزرة القرمزية اللي هي تسلطت عليه تقريبا مدة 5 سنوات هذه اللي عدي الآن، اللي هي حزرة الخضر واليابيس، اليوم بالنسبة للدرق هذا الناس عادوا تيعالجوا. كل فلاح تياخذ مثلا شي شويه ديال الدراك لاخر، المهم حوالي دابا اللي تتقام عندنا حنا في الجامعه ديالنا حنا تيب واحد 20 قطار اللي هي ولات هنا في قليم الرحامنه اللي في جامعه ولادي ملو، اللي الناس عادوا تيلقموا من بعضياتهم الفلاحه. وتتميز هذه الزراعه بكونها بيولوجيه وخاليه من اي مبيدات حشريه او امراض. هذه الاصناف يتم سقيها ما بين 5 إلى 6 مرات، وتتطلب في كل 20 يوما حوالي 15 لترا من الماء للشجرة من أجل مساعدتها على النمو بشكل جيد، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات المطرية.
بالنسبه لي هو داك الحراره، داك الحراره اللي هذا العام وفريطه وما كتاثرت عليه شويه، ولكن هو راه كيناسب الحراره، كاين هو الصبار كيولي الصبار راه كيصبر للعطش وكل شيء، وكيجي في مناطق حرشه والفلاح هاد الناس اللي ما عندهمش اللي ما كانوش كيستافدوا من هاد الزيتون ولا شي اللي عندهم مثلا الارض حرشه ما يخدم لها زيتون، ولكن كيخدم لهم همايا وكيتمعشوا فيه همايا، وكان تقريبا مصدر المعيشه ديالهم تقريبا واحد 20% ولا 25 من هاد الكرموس هذا. وتتميز حصيلة مكافحة الحشرة القرمزية بالمغرب في معالجة أزيد من 93,660 هكتارا من الصبار المصاب، وقلع وتدمير ما يناهز 15,590 هكتارا من الصبار شديد الإصابة. على الصعيد الدولي، وفي قطاع غزة استمرت الغارة الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، خلفت سقوط مزيد من الشهداء والمصابين. واستهدف القصف الإسرائيلي في الساعات الماضية مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع ومنزلا في خان يونس، فيما أعلنت بلديات شمال القطاع عن خروج المستشفيات عن الخدمة. سياسيا، لا زالت جهود كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تراوح مكانها بسبب رفض كل من حماس وإسرائيل للأفكار المطروحة. أوكرانيا تشهد مع بداية الأسبوع تصعيدا في الهجمات الروسية، فقد أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة كييف، وأن 10 مسيرات تم تدميرها عند اقترابها من المنطقة المحيطة بكييف. كما شهدت معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا تحذيرات من غارات جوية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما وقعت سلسلة من الانفجارات شمال غرب البلاد أسفرت عن إلحاق أضرار ببعض المنازل. لقي 39 شخصا مصرعهم في هجمات منسقة نفذها مسلحون في صاليونا جنوب غرب باكستان، استهدفت حافلات في إقليم بلوشستان. ووصف وزير الداخلية الباكستاني الهجوم بالهمجي متعهدا بملاحقة الجنات. وأصيب أيضا عدد من الأشخاص في الهجوم الذي نفذ على الطريق السريع بين البنجاب وبلوشستان، حسب مصادر الشرطة الباكستانية التي أعلنت أن المسلحين أحرقوا ما لا يقل عن 10 مركبات قبل الفرار. المستوصف الجهوي لرعاية الحيوانات بالعرجات، أول مركز بجهة الرباط سلة القنيطرة مخصص لتقديم الرعاية البيطرية للكلاب الضالة من تطعيم وتعقيم قبل إعادتها إلى موطنها الطبيعي. مقاربة جديدة تنوم معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة من خلال احترام مبدأ الرفق بالحيوان. روبورتاج عبير الملكي وحمزة صيح. إلى هذا المستوصف الجهوي لرعاية الحيوانات بالعرجات تنقل الكلاب الضالة من أجل تلقيحها ضد داء السعار وعلاجها ضد الطفيليات ثم تعقيمها لضمان عدم تكاثرها بعد إرجاعها إلى موطنها الأصلي، عملية تدخل في إطار عدد من المهام التي يتطلع بهذا المركز، والهدف تطويق ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على الصحة العامة. اول حاجه كنديروا تشخيص، كنشوفوا هذاك لو شيان الحاله الصحيه ديالو واش مؤهل انه يمشي للعمليه اولا خاصنا نتسناو شي شويه. كنديروا اهم حاجه هي لا فاكسيناسيون ضد لاغاج او لونتي بارازيتير. دونك ابري منين هاد لي زيتاب هادو كيدوزو كنمشيو كنبروغراميو لوبيراسيون اللي تتكون في دي جور كي سويف، وبيان سور من بعد لوبيراسيون كيبقى الكلب هنايا في الجمعيه في فتره نقاها، مده اللي كتراوح ما بين 5 ايام حتى 10 ايام وهو تحت المراقبه حتى كنحيدوا الغراز، وصافي داك الساعات يمكننا نديروا ابري لو غولاشمون. إدارة هذه العملية تتم عبر تطبيق ذكي يتيح تتبع مسار الكلاب الضالة من نقطة انتشالها وصولا إلى المستوصف ثم إعادة إطلاقها في المناطق التي جاءت منها بعد ترميزها. تم استعمال واحد التطبيق ذكي اللي الحمد لله الجمعية كان عندها السبق في الإنجاز ديالو، دونك اللي تيتبتوا به الموقع الجغرافي اللي خداو منه الكلاب نهار الأول، دونك كتم واحد تتبع
وتسجيل هذوك الحيوانات قبل الوصول ديالهم للمركز. وإن فوا الفرق ديال المكاتب الصحية كيوصلوا للمركز يتم الاستقبال ديالهم من طرف الناس ديال المركز وكيدخلوا المعلومات في نفس التطبيق. دونك وديك الساعات كيتم المراقبة ديالهم الصحية واحد الفترة. هي استراتيجية وطنية تقوم على مقاربة صحية من شأنها ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وهو تنزيل واحد الاستراتيجية وطنية اللي تتهم التأنيغ. التأنيغ شنو هي ببساطة؟ وهو أنه يتم جمع الكلاب الضالة تنعملوا في 4 أسلة وتمارة تيجيو لهذا المستوصف تتم المداواة ديال هاد الكلاب التطعيم ديالهم ضد مرض داء السعار وكذلك التعقيم ديالهم ومن بعد تنرجعوهم للمواطن الأصلي ديالهم. وهذا الشيء كله تيتم في إطار واحد العملية مدبرة في إطار واحد النظام واحد البرنامج معلوماتي. إمكانيات مالية ولوجستيكية هامة رصدتها بلادنا من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني بلغت إلى ما تم شهر يوليوز 2024 ما يناهز 80 مليون درهم. ومن أجل تسريع وتيرة تنزيل هذه المقاربة فالوزارة بصدد مواكبة العديد من جماعات من أجل بناء وتجهيز محاجز خاصة بهذه الحيوانات وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال. ويتعلق الأمر بجماعات وجدة، طنجة، إفران، سيدي سليمان، القنيطرة، الخميسات، سلا، الرباط، تمارة، الدار البيضاء، مراكش وأكادير، بني ملال، كما أن هناك العديد من مشاريع ذات الصلة توجد الآن قيد الدراسة. المبلغ اللي تم التعبئة ديالو في هذا الإطار يناهز تقريبا إلى ما تم شهر يوليوز 2024 تقريبا 81 مليون ديال الدرهم. إجراءات تهدف إلى تدبير أمثل لظاهرة الكلاب الضالة مع مراعاة مبدأ الرفق بالحيوان وضمان استدامة النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي ككل. اختتمت أمس بولاية تيمة فعاليات مهرجان هوارة أرض اللقاءات بعد 4 أيام من الفعاليات التي تميزت بتنظيم معرض لصناعاتية تقليدية وبفقرات فنية وموسيقية متنوعة شاركت فيها العديد من الفرق المحلية. وتميزت أمسية الاختتام بتنظيم سهرة فنية كبرى استقطبت جمهورا كبيرا من أبناء المنطقة ومن أبناء الجالية المغربية بالخارج. عابد الملوكي ومحمد توانينا. سهرة فنية ماتعة ميزت الحفل الختامي لمهرجان هوارة أرض اللقاءات في نسخته الثانية، فرصة لتشجيع الطاقات الفنية الهوارية من خلال إعطاء الفرصة للفنانين بمنطقة هوارة. شفنا فيه فنانة كبار وأيضا فنانة محليين، يعني لأن المهرجان بالدرجة الأولى كيحيي التراث الهواري، يعني هذا فخر لنا وفخر للمدينة أيضا. كنشكروا جلالة الملك على هذا المهرجان الكبير بزاف، وهذا هو المتنفس ديالنا، كنخرجوا وليداتنا وعائلة كاملة، مهرجان زوين. حضور جماهير غفيرة يعني استحسنت بكل امتياز هذا المهرجان هذا، وكان له مجموعة من ردود إيجابية. دورة عرفت مجموعة من الأنشطة، سهرات فنية وغنائية تخللها معرض للصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية. الضربعية ملي كان فيها المهرجان يعني كانت واحد الحركة واحد الدينامية في المدينة، يعني لا من ناحية طاقة شابة اللي شاركوا في المهرجان وتحت لهم فرصة باش يبينوا الأسماء ديالهم، لا من ناحية الفنانة الكبار اللي جاوا، لا من ناحية أنه دايرين 40 ستوند وكاين لي ستوند اللي فيهم جوج ديال العارضين، ركزنا على التعاونيات. التعريف بالموروث الهواري الأصيل وكذلك تشجيع ثقافة التعدد والاختلاف. المساهمة في التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والفنية والثقافية ديال المدينة. مهرجان هوارة أرض اللقاءات حدث ثقافي وفني يساهم في تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة ويشكل جسرا للتواصل بين مختلف شرائح المجتمع المغربي.
رياضيا، تمكن فريق الجيش الملكي من تجاوز الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على ريمو ستارز النيجيري بهدفين للا شيء مساء أمس بملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط. وبهذه النتيجة تجاوز فريق الجيش الملكي نتيجة مباراة الذهاب التي كانت من نصيب الفريق النيجيري بهدفين لهدف. ومن المنتظر أن يواجه الجيش الملكي المريخ السوداني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. فرنسا تستعد لاستضافة دورة الألعاب البارالمبيا التي تنطلق بعد غد الأربعاء. وعشية هذا الحدث الرياضي وصلت شعلة الألعاب أمس إلى السواحل الفرنسية عبر نفق المانش بعد أن أوقدت يوم السبت الماضي في مدينة ستوك ماندفيل بإنجلترا موطن الألعاب البارالمبيا. وستتوجه الشعلة التي حملتها بطلة المبارزة في الكراسي المتحركة إيمانويل أسمان إلى العاصمة باريس التي ستحتضن افتتاح دورة الألعاب البارالمبيا بمشاركة 4400 رياضي يتنافسون في أكثر من 500 رياضة في 18 فضاء. وبهذا تنتهي هذه النشرة. تذكير بأبرز العناوين: اليوم تحل ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسمو الأميرة الجليلة في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي تجاه الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لا سيما النساء والأطفال. صغار مزارعي القنب الهندية المستفيدون من العفو الملكي يبدأون صفحة جديدة في التعامل مع هذه الزرعة بشكل قانوني يضمن لهم دخلا قارا بفضل عملية التقنين والانخراط في العمل التعاوني. أمام إشكالية ندرة المياه التي تواجهها بلادنا تنصب الجهود على ترشيد استعمال المياه في مجال الري، وصورة نقلناها من منطقة الغرب لمشروع للتحول إلى الري الموضعي بالتنقيب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.